السلام عليكم ورحمة الله، ومرحبا بكم في هذا الفيديو الأول المخصص لدرس عموميات حول الدوال العددية. الفهرسة التي سنتتبعها في هذه الحصة هي كالآتي: سنتطرق لمفهوم الدوال الموجبة، الدوال السالبة، ومجزأ كالآتي: تعريف، ملاحظات، أمثلة، ثم ملاحظة. الدالة الموجبة، الدالة السالبة. تعريف: لتكن f دالة عددية، والد f مجموعة تعريفها. لدينا: الدالة f موجبة على الد f إذا كان لكل x ينتمي إلى الد f f لx أكبر من أو يساوي صفر، ونكتب f أكبر من أو يساوي صفر على الد f. الدالة f سالبة على الد f إذا كان مهما يكون x ينتمي إلى مجموعة تعريف الدالة f f لx أصغر من أو يساوي صفر، ونكتب f أصغر من أو يساوي صفر على الد f. ملاحظات: التأويل الهندسي للدالة الموجبة والتأويل الهندسي للدالة السالبة. لتكن f دالة عددية، والد f مجموعة تعريفها، والس f تمثيلها المبياني. لدينا: الدالة f موجبة على مجموعة تعريفها الد f إذا وافقت إذا كان تمثيلها المبياني الس f يوجد فوق محور الأفاصيل. مثال: الدالة f في هذه الحالة موجبة على المجال ناقص 2 3 لأن تمثيلها المبياني يوجد فوق محور الأفاصيل. الدالة f سالبة على مجموعة تعريفها الد f إذا وافقت إذا كان تمثيلها المبياني الس f يوجد تحت محور الأفاصيل. مثال: الدالة f في هذه الحالة سالبة على المجال ناقص 3 2 لأن تمثيلها المبياني يوجد تحت محور الأفاصيل. أمثلة: مثال الأول، نعلم أن مهما يكون x ينتمي إلى R x أس 2 أكبر من أو يساوي صفر. إذن مهما يكون x ينتمي إلى R x أس 2 زائد 1 أكبر قطعا من الصفر، وبالتالي فالدالة f المعرفة على R ب f لx تساوي x أس 2 زائد 1 موجبة قطعا. المثال الثاني، نعلم أن مهما يكون x ينتمي إلى R كوسينوس x محصورة بين ناقص 1 و 1، وبالتالي فناقص كوسينوس x محصورة بين ناقص 1 و 1. إذن ناقص 2 ناقص كوسينوس x محصورة بين ناقص 3 وناقص 1. أضفت ناقص 2 إلى جميع الأطراف، الترتيب لن يتغير. ناقص 1 ناقص 2 هو ناقص 3، و 1 ناقص 2 هو ناقص 1. وهذا يعني بأن مهما يكون x ينتمي إلى R ناقص 2 ناقص كوسينوس x أصغر قطعا من الصفر لأنها أصغر من أو يساوي ناقص 1. إذن فالدالة G المعرفة على R ب G لx تساوي ناقص 2 ناقص كوسينوس x سالبة قطعا. المثال الأخير، لنحدد إشارة الدالة H المعرفة على R ب H لx تساوي x أس 2 ناقص x ناقص 2. من أجل هذا لنحدد إشارة ثلاثية الحدود x أس 2 ناقص x ناقص 2. سنقوم بحساب مميز دلتا. نعلم أن دلتا يساوي b أس 2 ناقص 4 ac، مع أن a هو العدد 1 و b هو العدد ناقص 1 و c هو العدد ناقص 2. إذن دلتا يساوي ناقص 1 الكل أس 2 ناقص 4 في 1 في ناقص 2. ناقص 1 الكل أس 2 هو 1، وناقص 4 في 1 في ناقص 2 هو 8. 8 زائد 1 تساوي 9. بما أن دلتا أكبر قطعا من الصفر، فإن ثلاثية الحدود أو فإن لثلاثية الحدود x أس 2 ناقص x ناقص 2 جذرين مختلفين x1 و x2، بحيث x1 هو ناقص b ناقص جذر مربع دلتا على 2a، و x2 هو ناقص b زائد جذر مربع دلتا على 2a. نعوض b ناقص 1 دلتا 9 A 1. ناقص ناقص 1 هو العدد 1، ناقص جذر مربع 9 هو ناقص 3، 2 في 1 هو 2، ثم x2 يساوي 1 زائد 3 على 2، أي أن x1 يساوي ناقص 2 على 2 و x2 يساوي 4 على 2، وبالتالي x1 هو العدد ناقص 1 و x2 هو العدد 2. وبالتالي فجدول إشارة الدالة H هو الآتي: H عبارة عن ثلاثية حدود من الدرجة الثانية لها جذرين ناقص 1 و 2، خارج الجذرين إشارة A. A هو 1، إذن هنا نحصل على زائد زائد، وداخل الجذرين عكس إشارة A ناقص في هذه الحالة.
إذن انطلاقا من هذا الجدول نستنتج أن الدالة H موجبة على ناقص ما لا نهاية ناقص 1 اتحاد 2 زائد ما لا نهاية وسالبة على المجال ناقص 1 2. ملاحظة عبارة عن تذكير لمجموعة التعريف. مجموعة التعريف التي نرمز لها غالبا بالد F لدالة F هي مجموعة الأعداد الحقيقية التي من أجلها يمكن حساب F لX، ولدينا د F هي مجموعة الأعداد الحقيقية X بحيث F لX ينتمي إلى R. بصيغة أخرى X ينتمي إلى د F تكافي X ينتمي إلى R، وفي نفس الوقت F لX ينتمي إلى R. أثناء الاشتغال على التمارين تطبيقيا، إذا كانت P لX و Q لX دالتين حدوديتين فلدينا في حالة F لX تساوي P لX دالة حدودية مجموعة تعريفها هي R. إذا كانت F لX تساوي P لX على Q لX مجموعة تعريفها هي جميع الأعداد الحقيقية التي من أجلها المقام يخالف صفر، يعني Q لX يخالف الصفر. إذا كانت F لX تساوي الجذر مربع ل P لX، إذن مجموعة تعريفها هي جميع الأعداد الحقيقية التي من أجلها التعبير المتواجد داخل الجذر المربع موجب، يعني P لX أكبر من أو يساوي الصفر. إذا كانت F لX تساوي P لX على الجذر المربع ل Q لX، إذن مجموعة تعريفها هي جميع الأعداد الحقيقية التي من أجلها Q لX أكبر قطعا من الصفر. أكبر قطعا من الصفر لأنه يتواجد داخل الجذر مربع وفي نفس الوقت يتواجد بالمقام. الحالة الموالية، إذا كانت F لX تساوي الجذر مربع ل P لX على Q لX، إذن مجموعة تعريفها هي جميع الأعداد الحقيقية التي من أجلها أولا ما بداخل الجذر المربع موجب، يعني P لX على Q لX أكبر من أو يساوي الصفر، وثانيا التعبير المتواجد بالمقام يخالف الصفر، يعني و Q لX يخالف الصفر. الحالة الموالية، F لX تساوي الجذر المربع ل P لX على Q لX، مجموعة التعريف في هذه الحالة هي جميع الأعداد الحقيقية التي من أجلها التعبير المتواجد داخل الجذر المربع موجب، يعني P لX أكبر من أو يساوي الصفر، والتعبير المتواجد بالمقام يخالف الصفر، يعني Q لX يخالف الصفر. الحالة الأخيرة، F لX تساوي الجذر المربع ل P لX على الجذر المربع ل Q لX، مجموعة تعريف الدالة في هذه الحالة هي جميع الأعداد الحقيقية التي من أجلها التعبير المتواجد داخل الجذر المربع موجب، يعني P لX أكبر من أو يساوي الصفر و Q لX أكبر من أو يساوي الصفر، وبما أن Q لX يتواجد بالمقام إذن Q لX أكبر قطعا من الصفر. بهذا نكون قد أنهينا تقديم هذا الجزء، فأشكركم على حسن الانتباه والمتابعة، وإلى قادم الفيديوهات بحول الله.